مبدئيا انا شايفه ان النقيب بتاعنا ده متواصل معانا باستمرار، سواء كان بشخصه او عن طريق اعضاء النقابه المتواجدين معانا باستمرار. مفيش مشكله بتكون موجوده معانا في الفرعيه او خلافه الا بتوصل له، وفي المقترحات كتير بيتم تنفيذها. احنا عن نفسينا مثلا احد النقابات الفرعيه الجزئيه نقابه ارمن طلبنا مطالب من ضمنها اذا كانت نقابه جديده او تعديلات او تجديدات، فبالتالي استجاب ليها بسرعة جدا وتنفذت. أما كون إنه هو بيتواصل معنا بصفة دائمة، في تواصل بشخصه عن طريق فترات زي المؤتمر اللي النهاردة ده موجود فيه إن شاء الله، ومؤتمر كان في 2018 برضو نفس الحكاية، وكان متواجد معنا برضو في مؤتمرات تانية كتير غير اللقاءات اللي كانت من حوالي 3-4 شهور إحنا تواجدنا معاه شخصيا في القاهرة وتواصلنا معاه، وكل المطالب بتاعتنا تكاد تكون إن هي ملبية بنسبة مش هنقول 100%، يكفي إن هي تتجاوز 90%، دي في حد ذاتها نجاح كبير جدا لينا. والاهم من ده كله ان النقيب بتاعنا لازم يكون الواجهه المشرفه لينا بره وجوه، وانا عن نفسي وصلت عن جميع الشباب المحامين الموجودين هنا في الصعيد خاصه في الاقصر شايفين ان هو اكتر واحد ينفع ان يكون واجهه لينا حمايه ودرع، وفي نفس الوقت يكفي ان احنا نقول معانا نقيب قوي صوته بيوصل لاي مكان. احنا برضو بنشكر معالي النقيب ان هو مشرفنا هنا في الاقصر، وهو في دعم من النقيب وفي تواصل مع الشباب، وهو يعتبر برضو المجلس الحالي مجلس النقيب هو في انجازات، الانجازات اللي قدمها هو تنقية الجداول هو انه يوصل للعدد 145 الف محامي، هو ده يعتبر ده انجاز كبير للمحامين واعلاء شأن النقابه نقابه المحامين. في البدايه طبعا بنرحب بالاستاذ سامي عاشور واعضاء مجلس الموقرين في اللي حضروا عندنا الاقصر. الجوله دي او اللقاء ده في اطار سلسله جولات للاستاذ سامي عاشور لمتابعه التطورات ولقاءات مستمره مع المحامين، وهدفها كله التواصل مع المحامين. واحنا حضورنا هنا وحضور الجموع دي كلها اولا رساله ترحيب للاستاذ سامي عاشور، ثانيا ان هو عرض مطالب الناس، لان هو لازم يبقى في تواصل وفي لقاء بين الناس وبين الاستاذ سامي عاشور عشان نوصل لهم صوتهم، عشان يعرف مطالبهم، عشان يحق للناس. الهدف الاول وفي الاخر كله ان احنا نبقى النقابه يعني نقابه قويه، نقابه عفيه بشبابها وبشيوخها، يعني احنا الهدف كله في الاخر ان احنا نبقى نقابه قويه يعني تحقق مطالب كل اعضائها وتكبر بعضها وتكبر بينا. الست النقيب العام سامح بيه عاشور طبعا بيحرص حرص دائم للتواجد مع ابنائه وزمايله واخواته الصغيرين بصفه دائمه وبصفه مستمره، للنوع من التواصل الأجيال ما بيننا ما بين سيادة النقيب وبيننا ما بين أخواتنا الأكبر مننا سناً وأخواتنا الأصغر مننا سناً. التواصل والتلاحم فيما بين المحامين بيولد فيما بينهم وبين بعض الشعور بهيبة المحاماة وكرامة المحامي وقيمة المحامي. لما نشوف إحنا القامات الكبيرة وشيوخ المهنة وسعادة النقيب على رأس هذه الشيوخ متواجد فيما بيننا بيدينا ثقة، بيدينا دفع للأمام، وبيدينا قوة أن احنا ممكن نقدر نواجه أي مشاكل يعني تعترضنا أو تعترينا. حقيقة تمام ما يفعله السيد النقيب سامي عاشور من حراك في جميع المحافظات على جميع النقابات الفرعية في محافظات مصر أمر فعال وقوي للغاية، وهو إيصال وتواصل بين سيادته وبين جموع المحامين وخاصة شباب المحامين لإيصال ما أنجزه من إنجازات، وحقيقة أعتبرها إنجازات كبيرة في طريق التقدم والنهوض بمهنة المحاماة وبالشموخ بها. أنا دائما بقول أن شموخ أي مهنة بشموخ أبنائها، فما يفعله السيد النقيب سامي عاشور هو شموخ بالمهنة وشموخ بأبناء نقابة المحامين، من تنقية الجداول، من أكاديمية المحاماة، من إجراءات المعاشات. ما يفعله حقيقة إنجاز كبير وبدايات لإنجازات أكبر إن شاء الله على يده، فهو نقيب مما لا شك فيه، يفعل أولا وأخيرا، يعمل ليلا نهارا سرا جهارا من أجل مصلحة المحامي ثم المحامي ثم المحامي، فتحية كبيرة له. بالنسبة لمؤتمرات النقيب العام مع الشباب حاليا الحمد لله وكده لنا اكتر من 15 سنه في النقابه، بس الفتره الاخيره دي بالظبط 4 سنين لاحظين ان النقابه العامه والاستاذ سامي عاشور واعضاء مجلس النقابه العامه بداوا يعملوا ترابط وتواصل مع الشباب، وده حصل من التواصل الاجتماعي في فيسبوك، وبعض المشاكل اللي تعرض لها الشباب وجدوا مجلس النقابه والنقيب العام في ظهرهم، وبدا فعلا ان التواصل بين الشباب والنقابه العامه بدا يتفاعل اكتر من زمان بكثير.